أهلاكم بكل خير مشاهدين الكرام، وأهلا بكم في أسبوع جديد لبرنامج من الإمارات. حياكم الله متابعين الكرام أينما كنتم في حلقة بداية الأسبوع التي تحمل دائما العديد من الأخبار والمواضيع وترصد ما جاء خلال عطلة نهاية الأسبوع من أحداث، ونبدأها بالعناوين. مجلس الشارقة الرياضي يكشف عن تفاصيل الدورة الثامنة لسباق الأندية للثقافة والفنون. ثنائية خرفكان تقربه أكثر من دوري الأضواء. ختام ناجح لرالي أبوظبي الصحراوي. انتخابات الاتحاد الآسيوي ما بين التجديد والرغبة في القديم. قاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي فريق F3 إلى الاحتفاظ بلقب الألعاب الحكومية للمرة الثانية. البطولة التي اختتمت يوم أمس في دبي بعد 4 أيام شهدت منافسات مثيرة بين الفرق المشاركة من مختلف الجهات الحكومية على مستوى الدولة. من جانبه تبرع فريقي F3 للسيدات والرجال بقيمة الجائزة البالغة 2 مليون درهم للأعمال الخيرية. طبعا زميلي خالد نبارك، الفوز لفريق F3 باللقب بهذا الفوز باللقب الثاني على التوالي، طبعا الروح الفريق الواحد اللي موجود عندهم هذا يشجعهم دائما على التقديم والمثابرة والتشجيع في كل مرة من هذه البطولة. نعم، فريق F3 بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم توج بلقب هذه المنافسات للمرة الثانية على التوالي. ميزة هذه النوع من البطولات إيمان أنها تعزز العلاقة ما بين المسؤولين، ما بين الموظفين، ما بين مختلف الجهات الحكومية في إطار رياضي جميل، في مسابقات شيقة ومتنوعة. بالمناسبة المنافسات لم تكن سهلة مثل ما شايفين في الصورة. المسابقات تعتمد دائما على اللياقة البدنية العالية، على السرعة، تعتمد على تنوع حتى في الرياضات الموجودة. كل ذلك يصب في النهاية لصالح الموظف اللي مشارك في هذه المسابقة في أن يكون في بنية جسدية متكاملة. أكيد. لأن دائما احنا نقول دائما هو العقل السليم في الجسم السليم. أكيد خالد، طبعا هاي فرصة للموظفين في الدوائر الحكومية أنهم يخرجون من الجو العمل الروتيني. أكيد طبعا. نستكمل أخبارنا حيث كشف مجلس الشارقة الرياضي في مؤتمر صحفي عن تفاصيل الدورة الثامنة لسباق الأندية للثقافة والفنون. بالطبع هو سباق يؤكد على أن لا رياضة دون ثقافة. تفاصيل أكثر نتابعها في التقرير التالي. بأهداف تفوق الحدود الرياضية وتهتم بالجانب الآخر لكل ناد في الإمارة الباسمة، الجانب الثقافي دور لا يتجزأ من مسيرة الأندية، فدون الثقافة لا توجد رياضة. إمارة الثقافة هي دائما منبع الإبداع ومهد الابتكارات المحفزة لنهج الثقافة وتنمية المعرفة. بهذا المنطلق كشف مجلس الشارقة الرياضي بالأمس عن تفاصيل الدورة الثامنة لسباق الأندية للثقافة والفنون، وذلك بمقر نادي الشارقة للشطرنج. بالنسبة لهذا السباق الحمد لله نحن في السنوات السابقة حققنا إنجاز وبطولات في هذا السباق، وأيضا نحن طلبنا أن يكون لنا دور في هذا السباق وتنظيم في هذا السباق،
فطلبنا من اللجنة المنظمة في مجلس الشارقة الرياضي أن في الدورة القادمة يكون نادي الديد منظم لهذه المسابقة والتي تشترك فيها جميع أندية إمارة الشارقة. وتم من خلال المؤتمر إعلان أن الجهود متواصلة لتطوير السباق وتقييم العمل في السنوات الماضية وإبراز تكاتف الجهود لتنمية إقبال اللاعبين من كافة أندية الإمارة سواء في الأندية التخصصية وغيرها ومراكز الشباب للإقبال والمشاركة بفئات السباق والتي تشمل مجالات السباق وهي القرآن الكريم والشعر والعرض المسرحي والرسم والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي والقصة القصيرة والمعلومات العامة والإنشاد. واليوم نعيش الدورة الثامنة في من عمر هذا السباق. الحقيقة الحمد لله اللي ينظر إلى بداية هذا السباق من دورة الأولى في 2012 إلى اليوم يلاحظ تنامي وصعود الرسم البياني لعدد الجهات المشاركة بحيث أنه بدأت في 8 جهات مشاركة واليوم وصلنا إلى 25 جهة مشاركة كنادي رياضي ونادي تخصصي وأيضا مراكز شبابية بالإضافة إلى مراكز الناشئة. الحمد لله سعيدين بهذا السباق، سباق الأندية صحيح هو اسمه سباق الأندية لكن الآن نحن نعيش حراك وسباق ما بين هذه الأندية والمراكز للاشتراك في كل فئات السباق العشرة. ثقافة إيمان دائما ملازمة للرياضة في كل أنديتنا، حتى يتمثل ذلك طبعا في الشعارات الخارجية للأندية وحتى في مسماها. اليوم أي نادي دائما يسبق نادي نقرأ فيه الثقافي الرياضي. أكيد إمارة الشارقة سعت بكل قوة من خلال هذا المهرجان ومن خلال جهود القائمين في مجلس الشارقة الرياضي إلى تعزيز الجانب الثقافي. أكيد الجميل في هذا الشيء في هذا السباق المتنوع خالد أن نحن نشوف تنوع فيه، مثلا فيه الرسم والإنشاد مثل ما ذكروا في التقرير والشعر وأيضا حفظ القرآن الكريم، هذا ما يعني جذب العديد من الشباب كل حسب على هوايته. نعم إيمان، يمكن هذا الدور افتقدناه من فترة طويلة يعني في أنديتنا، خصوصا أنها باتت تحول شيئا فشيئا إلى شركات كرة قدم خالية من احتضان المواهب على عكس يعني ما كانت عليه في الماضي. واليوم هذا النوع من المهرجانات والمسابقات راح يعزز هذا الدور بالطبع. أكيد. وننتقل إلى أخبار دوري الدرجة الأولى، حيث عزز خرفكان حظوظه في التأهل لدوري الخليج العربي للموسم المقبل. جاء ذلك بعد أن حقق فريق عروس الساحل الشرقي الفوز أمس على الحمرية. نتابع. القمة المنتظرة حان موعدها والفريقين استعدوا لها، هي مرحلة مصيرية في مسيرة الناديين نحو حلم العبور، العبور لعالم المحترفين، تاريخ جديد يكتب في مسيرتهم والهدف واضح من نتائجهم خلال الموسم. الحمرية وخرفكان ديربي الحبايب، المتصدر وشقيقه بالوصافة خلال الجولات الماضية، كان لابد لهم أن يفترقوا في هذه الجولة. العروبة بعثر الحسابات عندما تغلب على مسافي فأصبح بالصدارة وزاد الضغط على أطراف مواجهة قمة الموسم. جماهير العنابي استعدت لاستضافة القادم من المنطقة الشرقية بشعار يدل على الرغبة الكبيرة بالفوز، لا بأس أحلامنا كبيرة سنحققها معا، شعار محبي الحمراوي أسوة بشقيق الشرجاوي المبدع في المحترفين. موقعة الانقضاض على الصدارة أم تعقيد حسابات التأهل؟ الخصم جريح وقادم من خسارة أمام مسافي، لكن من متى لقاءت القطبين اعترفت بهذه الحسابات؟ خرفكان لم يمهل وهاجم بقوة، وهو من تعلم من درس الجولة الماضية. الهجمات الخطرة من رجال المحنك العراقي ترجمت لأولى الأهداف برأسية النجم عبد العزيز الخالدي الذي أحرز أولى أهدافه هذا الموسم وأغلاها بلا شك. العنابي ضاع في المواجهة وسليمان البلوشي لم يحسن قراءة الخصم الذي لم يرأف وتمسك بالكرة بنسبة استحواذ كبيرة تخطت حاجز 60%. الشوط الثاني وبعد بدايته بدقيقتين جاء الخبير عادل صقر ليسجل ثاني أهداف فريقه وهدفه الشخصي الرابع هذا الموسم. الحمرية حاول لكنه لم ينجح بمواجهة قوة المتصدر الذي عاد إلى موقعه الطبيعي بفارق نقطتين عن الملاحق العروبة، بينما فريق الحمرية عقد من حساباته بالتأهل لدور الخليج العربي. ديربي الحبايب ابتسم في نهايته لعيال عروس الشرقية.
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين على الفوز هذا والثلاث نقاط، لأن احنا نعتبرها ثلاث نقاط مهمة. ابتعدنا عن فريق الحمرية ونحن كنا طامحين أن نطلع بنتيجة إيجابية الحمد لله. نحن الحمد لله هالموسم في مجهود الإدارة واليوم انتدبونا الكابتن عبد الوهاب، صراحة قدمنا مستويات طيبة، قدرنا ننافس الفرق اللي تنافس على الصعود، دوري الدرجة الأولى ما شاء الله صار قوي، شفنا فرق كثيرة ياسة تنافس. الحمد لله نحن أخذنا المهم، وبعد باقي الأهم عندنا ثلاث مباريات إن شاء الله، يعني نحن ما نستعجل ما نفرح، بعد نأجل الفرح إن شاء الله للمباراة الجاية، مباراة حتى، وبإذن الله إن شاء الله راح نطلع فيها بنتيجة إيجابية نفس ما طلعنا في هاي المباراة بإذن الله. والله أنا هالشيء أنا لاحظت فيهم يوم يتوقع مع نادي خرفكان بتوجيهات الأخ عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة، اللي أنا شفت من كلامه أنه هو طامح انه يصعد في هاي السنه. اي نعم، انتدب هداف الدوري، ثاني الهدافين، انتدب لعيبه مهمين من انديه كانت تنافس في دوري الدرجه الاولى، ياب لعيبه من دوري المحترفين، والحمد لله كون كوكبه. نحن يعني اللي موفقنا الحمد لله ان نحن كنا على يد واحده وكنا على قلب واحد وكنا اخوان، وهذا وهي الالفه اللي نحن ياسين نطلع فيها بنتائج ايجابيه. ان شاء الله نكمل على هالشيء ونحقق اللي نحن نبغيه ان شاء الله، اللي هو الرقم واحد وهدفنا الصعود. أدري ما أدوا بس إزاهم الله خير. شو السبب؟ أعتقد الروح ما كانت موجودة، يعني ما خص المدرب ولا الإدارة، بس الروح ما كانت. بالفعل هاي كلمتك صديقة. دوم تنقص بالفريق هذا. والله يعني المفروض اليوم الحمرية يفوز في هاي المباراة، يعني خاصة خصوصا على ملعبه، لكن مثل ما تقول يعني نادي خرفكان ضغط أكثر ويمكن إمكانيته أقوى عن نادي الحمرية. أن نادي الحمرية يعني كفوا عليهم، يعني وصلوا لهذه المرحلة. يعني لعيبة، أنت تحمل لعيبة اليوم؟ اللعيبة أيوة. شوف فوز تصدر اليوم، هم ما فازوا، اللعيبة ما أدوا، الأداء ماشي للعيبة أبد. متأملين؟ إن شاء الله باقي ثلاث مباريات إن شاء الله. أكيد أكيد صراحة، يعني الله يوفقهم إن شاء الله لين نهاية البطولة إن شاء الله، ونصعد إن شاء الله دور المحترفين يا رب. رسالة لهم؟ الله يحفظهم إن شاء الله ويشدوا حيلهم للمباراة الأخيرة إن شاء الله. ما كان في تركيز من اللاعبين شوي، لكن إن شاء الله في المباريات الجاية بنحسن الوضع وبنشل المركز الأول. متأملين؟ إن شاء الله. أكيد؟ أكيد 100%. أنا أقول هذه المباراة ربعنا لعبوا، ولكن ضيعنا بعد. كيف ضيعتوا؟ ضيعنا يا أخي، الجيم الأول كان ليلة ثلاثة وراحوا عنا. يا ربي عمي طماع. اي انا طماع ابي اصدر. هي الحين الكل الدوري يبغينا الصعود يدخل عليه نشمه. هي 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 اليوم جبت المفاجاه لان الحمريه. هي اكيد اكيد. هي نعم، اذا غلبت الحمريه نحن رحنا وطي. واليوم ما رحتوا وطي؟ اليوم لا، البطوله تقول انا وياكم. وش تقول؟ هي البطوله تقول الصعود حق نادي خرفكان. ان شاء الله اذا صعدنا ما في نزول. بتجيبوا الكاس وين؟ ها؟ بتجيبوا لنا القناه؟ نجيب القناه ولا نجيب بكبرها لابو محمد. الله اكبر. اي نعم اي نعم اي نعم. والله اقول عن المباراه طال عمرك، يعني احنا ضامنين الفوز، يعني فريق حمريه، يعني مش فريق اللي خرع وايد وايد مثل ما يقول، يعني هو الفريق اللي تحت تفاجئنا. صحيح مسافي عندك مصفوط، هذه مصيبه منها. فرحان ولا ما فرحان؟ فرحان. ليش زعيم فرحان ما تضحك؟ ورا منو جيت؟ منو شجع انت، الحمريه ولا الخليج خرفكان؟ خرفكان. ايوه منو فاز؟ خرفكان. كم فازوا؟ اثنين. اثنين كم؟ صفر. نحن نشكر اللاعبين على هذا الاداء. دائما نحن نقول يعني الدوري هذا الدوري صعب، دوري النقاط، اخذ نقاطك وروح. اليوم الفريق أدى مباراة يعني قمة في الروعة. لا تنسى أن نحن الفريق الوحيد اللي يلعب في محترف واحد في عزيمة اللاعبين المواطنين الموجودين عندنا الكادر. بارك لأخوان اللعيبة وبارك للإدارة والجمهور اللي حاضر اليوم. الحمد لله جايين هالمباراة حطينا بالنا نفوز وفزنا الحمد لله. يعني الحمرية المنافس الأول حقنا، الحمرية والعروبة، وقدرنا نفوز على الحمرية وتصدرنا الحمد لله.
ان شاء الله على هالاداء وهالروح دور المحترفين ان شاء الله باذن الله. كيف الحمريه انغلب؟ ان الحكم فاشل. ها؟ الحكم ما تدخل في شيء؟ يتدخل ما يعطي خاش البطاقات. لاعبين ما لعبوا؟ في حد لعب. ما لعبوا روح ما عندهم؟ عندهم. لا لا ما عندهم، احنا شفناهم في الملعب ما عندهم. عندهم انا شفتهم. انت شفتهم؟ ايه. من اللي عنده روح؟ عنده عيسى احمد. بس. والعشرة الباقي؟ تعبانين. مباراة كانت جميلة بين الطرفين في مواجهة القمة في الجولة 15 من دوري الدرجة الأولى. إيمان، يمكن خرفكان بعد تعثره في الجولة الماضية وجد نفسه أمام فرصة وحيدة هي الانتصار على من؟ على الوصيف فريق الحمرية. فاز بهدفين، استعاد مجددا الصدارة، لكن الحمرية تراجع للمركز الثالث على جدول الترتيب. أكيد خالد شفنا ردود الأفعال طبعا من الجماهير اللي يقول لك افتقدنا روح الأداء، اللي افتقدوا الأداء، والطفل آخر واحد لفتني قال الحكم شيء جذبني. عشان كذي احنا نقول دائما في المدرجات لابد من اختيار وانتقاء الألفاظ بالنسبة للجماهير اللي راح تحضر المدرجات، لأن في أطفال بالمناسبة يرددون بالضبط ما يقولون الكبار. طبعا الكلام اللي قالوه في المدرجات طلعوا برا هم قالوا نفسه عن التحكيم وغيره، لذلك دائما احنا ندعو الجماهير للتحلي بالاخلاق الرياضيه وعدم الخروج من النص عشان هذول الصغار اللي يحضرون المدرجات. اكيد إذا خالد مثل ما شفنا أصبح خرفكان والعروبة في الصدارة برصيد 32 نقطة، وأظن أنهم الأقرب للصعود إلى دوري الخليج العربي. بتكون وستكون أن مباراة العروبة والحمرية الأسبوع قبل الأخير هي اللي بتحدد هوية المتأهل منهم. أكيد ثلاث جولات باقية من عمر دوري الدرجة الأولى، بالطبع لم تحسم الأمور طالما أن الفارق حتى ما بين المتصدر والوصيف نقطتين، وبين الوصيف وصاحب المركز الثالث نقطة وحيدة، وبين الطرفين في مواجهة قبل الختام. حسابات التأهل تتغير في خلينا نقول في جولة واحدة. كان العروبة يوم أمس أو حتى قبل أمس كان متصدر لجدول المسابقة قبل هذه مواجهة القمة، عاد خرفكان واستعاد الصدارة. ننتظر بإذن الله إثارة أكثر في الجولات المتبقية من عمر دوري الدرجة الأولى. إن عاد خرفكان فهو عاد لمكانه الطبيعي، لكن إذا صعد العروبة راح يكون هو الصعود التاريخي الأول. كذلك ينطبق الحال على فريق الحمرية اللي العام الماضي وجد نفسه في الدورة الرباعية للملحق المؤهل لدوري المحترفين ولم يوفق في التأهل. أتمنى لهم التوفيق هذا الموسم. طبعا احنا سعداء بما يحققه ابناء خرفكان خالد والحمرية خاصة، ونرجو لهم التوفيق بإذن الله. أتمنى للفريقين ولكل الفرق المنافسة حتى والعروبة التوفيق في هذه المسابقة. في جانب آخر وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، انطلقت بالأمس في نادي دبي سباقات الهجن بالمرموم. مهرجان المرموم التراثي 2019 يعد أكبر مهرجانات الهجن في الخليج بختام موسم السباقات، ويستمر حتى 18 الحالي. إذن خالد، مهرجان المرموم التراثي يستحوذ على اهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد اللي يحرص على متابعته كل موسم، وهذا ما يؤكد دعم شيوخنا لرياضة التراث والمحافظة على استمرارها. نعم، نحن في دولة الإمارات بالتحديد نولي هذا النوع من الرياضات التراثية اهتمام كبير، خصوصا أنها
تندرج طبعا ضمن عاداتنا وتقاليدنا ايضا، ان احنا كنا حريصين اشد الحرص على الاستمرار فيها من خلال مهرجان المرموم، من خلال عدة مهرجانات في كافة مدن الإمارات من أبو ظبي ودبي وحتى في الشارقة في ميدان نادي الذيد للهجن. أيضا خلنا نقول الجميل جدا أن المشاركة في كل نسخة من نسخ هذه المهرجانات تتسع، نتمنى أن تكون الصورة واضحة للأجيال القادمة عن هذه الرياضة. إذن خالد يشهد مهرجان المرموم التراثي 2019 للهجن العربي الأصيلة إقامة 378 شوطا، منها 132 شوط منها لهجن أصحاب السمو الشيخ و246 شوط لهجن أبناء القبائل. بالطبع هو مهرجان كبير وضخم في عدد المشاركين فيه. لنا استمرار بإذن الله في الأخبار مشاهدينا، لكن بعد فاصل قصير. مجددا المشاهدين لاستكمال أخبارنا، حيث مثل عبد الله حميد المهيري فارس نادي الشارقة للفروسية دولة الإمارات في منافسات كأس العالم لقفز الحواجز بمدينة غوتنبرغ السويدية. البطولة العالمية شهدت مشاركة 33 فارسا من 18 دولة. مدينة غوتنبرغ السويدية كانت مسرحا لأهم حدث عالمي في قفز الحواجز، بطولة كأس العالم التي شهدت مشاركة أبرز نجوم اللعبة العالميين. نادي الشارقة للفروسية والسباق وهو أبرز أندية الفروسية في دولة الإمارات وأقدمها، وباعتبار نجومها هم الألمع، كان لابد من تواجد أحد نجومها في الحدث العالمي، فكان عبد الله حميد المهيري على الموعد لتمثيل راية الدولة في المسابقة. البطولة شهدت تواجد الفارس خالد المبطي من السعودية والفارس عبد القادر سعيد من مصر، وهم الفرسان المتأهلون من الدور العربي. البطولة شهدت حماساً كبيراً في أيامها الثلاثة، وهي التي تحظى بمشاركة 33 فارساً من 18 دولة يتنافسون في مسابقة القفز داخل الصالات المغلقة. الجولة الثانية التي شهدت تواجداً للنجم عبد الله المهيري الذي نجح في عبور بعض الحواجز، لكن الحظ لم يحالفه ليودع البطولة. العديد من المتسابقين العالميين اشتكوا من صعوبة مسلك الميدان وقصر المسافات بين الحواجز، مما أدى إلى عدم تأهل أبرز النجوم والمرشحين من السويد، إيطاليا والبرازيل إلى المراحل النهائية. مثل ما لاحظنا يعني شوي اليوم الفرس ما كانت في أحسن حالة، ارتكبت خطأ على الحاجز رقم 2، بعدين ارتكبت خطأ على الحاجز رقم 7، فخلاص فرصتي تقريبا انعدمت للتأهل للفاينل، فما حبيت أني أكمل الكورس وأخذ من جهد كثير للخيل، لأن عندنا في استحقاقات قادمة. لكن اليوم بالرغم من كل هالأشياء الكورس زينة بصراحة، صعبها جدا والمسافات ضيقة وأيضا ارتفاعات عالية والزمن قصير، ف فرسان كبار ارتكبوا أخطاء كثيرة، والفرسان اللي مستواهم يعني مو بنفس المستوى الثانيين عانوا كثير في هذا الشوط، ولاحظنا مثل ما لاحظت إلى الآن رقم 10 في الميدان ولا واحد قفز كلير راوند، وهذا يدل على صعوبة المسلك. اليوم كانت تجربة ممتازة لفارسنا عبد الله حميد، وقرر ينسحب بعد ما عقب من حاجز ويحافظ على الفرس للبطولات القادمة. في كثير من الدروس تعلمها، مشاركة أول مشاركة له نحن فخورين به، وبعد في جهات كثيرة لازم نشكرها
بداية نادي الشارج الفروسي والسباق، يعني هاي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي، وتحت إشراف النادي الشيخ عبد الله بن مايد القاسمي واتحاد الإمارات الفروسية اللي يسهل الأمور ويدعم جميع فرسان الإمارات. طبعا احنا نتمنى له التوفيق في قادم البطولات. لم يوفق بسبب عدد الاخطاء اللي ارتكبها الفارس الاماراتي عبد الله المهيري. ايمان يمكن وضح عبد الله بان ارتكاب الاخطاء دفعه للانسحاب حفاظا على خلينا نقول الخيل للقادم من مسابقات واستحقاقات في هذه البطوله. أكيد طبعا خالد، البطولة تختتم اليوم بلا شك أنها مناسبة خلينا نقول رائعة للمشاركة والاحتكاك وأيضا اكتساب الخبرات. نحن نرجو التوفيق للفرسان العرب أيضا في مشاركتهم. نعم، نتمنى التوفيق لكل الفرسان من كل الدول العربية المتاهلين عن جدارة واستحقاق. لا ننسى بأن الفارس عبد الله المهيري إيمان تأهل لهذه البطولة العالمية من هنا من إمارة الشارقة. كنا نتمنى أن يكون ذلك التأهل تاريخي، يعني يحقق إنجاز. استضافناه في الاستوديو، تكلمنا عن التحديات، طبعا تحديات كبيرة خصوصا أن المحفل الرياضي كبير. خلينا ننتقل إيمان من عالم الفروسية إلى سباقات الصحراء، حيث تم توزيع الجوائز على الفائزين في ألقاب رالي أبو ظبي الصحراوي 29 في حلبة مرسياز. وكانت قد شهدت النسخة مشاركة 119 من نخبة السائقين والدراجين الذين ينتمون إلى 34 دولة. بعد النجاح المنقطع النظير أسوة بالنسخ الماضية، اختتمت مؤخرا على حلبة ياس رالي أبو ظبي الصحراوي 29، حيث تم توزيع الألقاب على الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف فئات الرالي العالمي الذي يشكل الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية. الرالي يشهد في كل نسخة تطوراً وانتشاراً أوسع ومشاركة من أبرز نجوم رياضة التحدي والمغامرة. من جانبه قام محمد بن سليم رئيس نادي الإمارات للسيارات واتحاد الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية بتسليم الكؤوس للفائزين بجميع فئات رالي أبو ظبي الصحراوي، يرافقه طارق العامري الرئيس التنفيذي لحلبة مرسياس. 300 كيلو عندنا في دولة الإمارات تساوي 700 في داكار. ليش؟ لأن التحديات اللي في المراحل أصعب بكثيرة ومعدل السرعة أقل. فلله الحمد كل حد وصل. أنا أهميتي أكثر أنهم وصولهم، صدقني أوقات حتى أنسى عن النتائج، لأن أهمية أن لازم كل دراج وكل موجود عندي في سباقكم أرجع إلى المعسكر. ضمت قائمة الفائزين بألقاب الرالي السائق الفرنسي ستيفان بيتر هانسل وملاحته أندريا بيتر هانسل، الفائزين بلقب فئة السيارات، والبريطاني سام ساندرلاند الفائز بلقب فئة الدراجات النارية للمرة الثانية، بينما جاء البطل الإماراتي خالد القاسمي في المركز الثاني. حدث مهم، حدث عالمي كبير بالنسبة لدولتنا، ونحن أكيد فخورين أن نكون جزء من المثل ونقدم شيء بسيط نرد جميل يتقدمنا دولتنا وقيادتنا. أكيد يعني قد ما بقول لك الواحد فينا يبذل كل عليه أساس أنه بس بيض الوجه. يعني كان حدث شوي صعب كون اسمه يعني رالي أبو ظبي الصحراوي، لكن يعتبر حتى الأجانب اللي تكلمهم اللي عندهم خبرة فترات طويلة يقول لك هذا أصعب حدث يعني في راليات الصحراوية. هذا السباق طال عمرك تقدر تسميه ماراثون، لكن مع المحركات، يعني السباق ممكن أكثرية الجمهور ما يعرفون شو فكرة هذا السباق. نحن 5 أيام نسابق في البر، تتراوح الاستيجات من 380 إلى 500 كيلومتر، واليوم الأخير كان تقريبا 330 شارع و200 وشوية رملة.
صعب جدا في الدراجات، يحتاج تجهيز بدني وذهني وياخذ وقت. يعني هذه تاسع مشاركه لي في ابو ظبي الصحراوي، تحدي صحراوي. لله الحمد ان قدرت اخلص التحدي هذا. الرالي كان جدا صعب، 2200 كيلو في صحراء ليوة، وهي سنة حر أول يومين، اللي هو هذا تعبنا وأخرنا في الترتيب العام. بطولة أبوظبي تعتبر أول جولة من كروس كنتري بطولة العالم، وأنا أشوفها بالنسبة لي أصعب جولة، لأنها يعني مثل ما أنت عارف التضاريس اللي فيها شيء وايد صعب وكبير، ويعني حقنا إحنا الدراجات والملاحة ما كانت سهلة، بس الحمد لله يعني أول ثلاثة أيام كانوا صعبين جدا، بس قدرنا نتفوق على الجو وعلى الصعوبات اللي مرينا فيها، والملاحة كانت أصعب وأصعب كل ما زادت المراحل، بس الحمد لله يعني قدرنا نخلص الرالي بمركز الأول، ويعني شعور جدا حلو يعني. طبعا أنا الحمد لله بديت في هذا الرالي سنة 90، واليوم الحمد لله نسخة 29 ولا غياب فيه، والحمد لله اليوم أنا إن شاء الله حافظ على إن شاء الله السنة الجاية 2020 على البيل الفضي، وأسجل إن شاء الله رقم قياسي في الجينيز بوك. طبعا خالد، جولة ناجحة للغاية من رالي أبو ظبي الصحراوي 29، هاي طبعا الجولة الثانية من بطولة كأس خلينا نقول العالم للراليات الصحراوية. أكيد هي بطولة العالم للراليات، يمكن هذه البطولة اللي نملك فيها بطل توج بالمركز الثاني في هذه النسخة بالتحديد من رالي أبو ظبي، هو الشيخ خالد القاسمي قائد فريق أبو ظبي. نتمنى له التوفيق في القادم من مسابقات أيضا من بطولات. الجميل في أن هذه الجولة بالتحديد هي جولة صعبة، 5 أيام في الصحراء لمسافات طويلة يتعرضون لها السائقين طبعا لمختلف الظروف، سواء الأعطال الفنية أو حتى الإرهاق والتعب، لأن في الأيام اللي طافت كانت درجة الحرارة مرتفعة نوعا ما. أكيد خالد، طبعا هاي نتيجة ممتازة في ظل الصعوبات الكبيرة اللي واجهها بطلنا الإماراتي، نبارك له هذا الإنجاز الجديد في مسيرته الرياضية الناجحة. بإذن الله أتمنى له التوفيق في القادم بإذن الله. إذن نستكمل أخبارنا، حيث عقدت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في نسختها 5 الاجتماع التحضيري الأول لها قبيل عقد لجنة الإشراف والمتابعة على الحدث النسوي الأكبر في الوطن العربي. الاجتماع تم فيه مناقشة أبرز الأمور المتعلقة بالدورة من جميع النواحي الفنية والتنظيمية وغيرها. حضر الاجتماع الشيخة حياة آل خليفة وسعادة ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، نائب رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات. متواصلون معكم أعزائي المشاهدين، ونذهب إلى فقرة الصحافة المحلية، حيث نشرت جريدة الخليج تصريحات لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين. كشفت فيها عن أهداف المؤسسة ودورها، مؤكدة أن الاهتمام بالرياضة وصناعة أبطال المستقبل القادرين على مقارعة الأقوياء وحصد إنجازات للدولة في المحافل الدولية. وعنونت الجريدة مؤسسة ربع قرن تصنع القادة والمبتكرين برؤى عالمية. الشيخة جواهر: الرياضة منطلق أساسي في مشروع الشارقة الحضاري. الإمارة الباسمة تصنع أبطال المستقبل أحدث تقنيات العصر. 71 كادرا تدريبيا يعدون أطفال الشارقة في 46 منشأة بأحدث المعايير. ننتقل إلى جريدة البيان التي أجرت استطلاعا للرأي بين القراء تحت عنوان: هل تعتقد أن الشارقة حسم لقب دور الخليج العربي؟ ورجح 63% من المشاركين في الاستطلاع أن فريق الشارقة قد حسم لقب الدوري للموسم الجاري، فيما رأى 37% عكس ذلك.
واستطلعت جريدة البيان رأي عبد الرحمن نجم المنتخب والوصل السابق الذي أكد أن الشارقة لم يحسم اللقب حسابيا لكنه اقترب بنسبة 70% وما زال هناك 21 نقطة في الملعب. تأهل منتخبنا إلى نهائيات كأس العالم لهوكي الجليد قبل خوض مباراته الأخيرة في التصفيات أمام قرقستان، حسب ما ذكرت جريدة الاتحاد التي عنونت إنجاز جديد لهوكي الجليد الإمارات في كأس العالم. وفي التفاصيل قالت الجريدة إن الاتحاد الدولي ألغى نتائج منتخب قرقستان لمخالفة شروط تسجيل اللاعبين، وكان منتخبنا الوطني قد فاز التصفيات المقامة حاليا في أبوظبي على هونغ كونغ والبوسنة والكويت وتايلاند، وخسر من قرقستان قبل نتائجه الأخيرة. يخوض العين اليوم التدريب الرئيس على ملعب المباراة تمهيدا لمواجهة الدحيل يوم غد في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا بالدوحة، وذلك مع دخول الإسباني غاريدو مدرب الفريق سباقا مع الزمن للوصول إلى تشكيلة الأفضل ووضع اللمسات الأخيرة قبل موقعة ستكون شبه حاسمة للتأهل إلى دور 16 للمسابقة القارية، حسب ما ذكرت جريدة الاتحاد التي عنونت يخوض التدريب الرئيسي على ملعب اللقاء الزعيم يضع اللمسات الأخيرة للمواجهة الآسيوية. غانم الهاجري: نعتذر عن تراجع المستوى وثقتنا لن تهتز. تأهلت فرق شباب الأهلي وبنياس والنصر والبطائح إلى المربع الذهبي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة للرجال بعد تخطي العين والظفرة والوصل والجزيرة، وبذلك يلتقي شباب الأهلي مع بنياس والنصر مع البطائح في الدور قبل النهائي للبطولة الثلاثاء المقبل، حسب ما ذكرت جريدة الاتحاد التي عنونت التحكيم يحسم العنف والتجاوزات بالطرد تحديد أضلاع مربع ذهب كأس السلة. ونتحول إلى فقرة الصحافة العربية والبداية من السعودية، حيث أشعل الفيحاء صراع البقاء في دور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن أحدث مفاجأة كبيرة بفوزه على التعاون بهدفين لهدف أمس، وقدم البرتغالي مباراة كبيرة انتصر فيها على سكر القصيم الذي يعتبر واحدا من أفضل الفرق هذا الموسم ومنافسا قويا على خطف مقعد آسيوي، واستعاد الوحدة نغمة الانتصارات التي غاب عنها في الجولات الأربع الماضية على حساب الاتفاق بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف، حسب ما ذكرت جريدة الرياض التي عنونت الوحدة يعود للانتصارات واسبريا ينقذ الفيحاء بتسجيله هدفين ويحرم التعاون من الثالث. ونذهب إلى الكويت، حيث لحق فريق الكويت بالفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمير الكويت بعد تجاوزها السالمية 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الدور ربع النهائي، ويلتقي العميد فريق برقان الذي تأهل للنصف النهائي عقب فوزه على الشباب 3 أهداف مقابل هدف بعد أشواط إضافية، حسب ما ذكرت جريدة الراي التي عنونت أخرج السالمية بصعوبة والتحق بالقادسية وخيطان بالترجيحية الكويت إلى نصف نهائي كأس الأمير.
ننتقل إلى سلطنة عمان، حيث استعادت الكرة العمانية وجودها الفاعل والمؤثر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر حصول الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي رئيس اتحاد الكرة العماني على منصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد القاري، وقبله حصوله على منصب نائب رئيس اتحاد غرب آسيا، حسب ما ذكرت جريدة عمان سبورت التي عنونت الكرة العمانية تحجز مقعدا في تنفيذ الكرة الآسيوية. ونذهب إلى العراق، حيث نقرأ عناوين جريدة رياضة وشباب التي كتبت: النوارس وصل السعودية لمواجهة النصر في دوري أبطال آسيا. ضربة الزوراء الموجعة للوصل الإماراتي تربك حسابات النصراويين. وفي الدوري العراقي النفط يعبر الحدود، والسماوي يتغلب على نفط ميسان. ومسعود بعد فوزه بالانتخابات الآسيوية: سأبذل الغالي والنفيس لأجل الدفاع عن قضايا وطني. تلقى الأهلي المصري خسارة تاريخية أمس بنتيجة 5 أهداف دون رد أمام مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا، في إحدى أسوأ نتيجة له في المسابقة القارية التي يحمل الرقم القياسي في عدد ألقابها. وتقام مباراة الإياب يوم 13 من الشهر الجاري، وقدم الفريق الجنوب إفريقي أو الفريق المصري عرضا لا يليق بفريق توج بلقب البطولة 8 مرات، واعتذر لساراتي مدرب الأهلي لجماهير الفريق عن النتيجة القاسية. ننتقل مشاهدينا إلى موضوع آخر، وهو انتخابات الاتحاد الآسيوي التي جرت في العاصمة الماليزية كوالالمبور. انتخابات تطرح العديد من الأسئلة في الساحة الرياضية عن مستقبل كرة القدم في القارة الصفراء. التفاصيل في التقرير التالي. الموعد المنتظر كل 4 سنوات ها هو جاء. بحساباته المعتادة وتربيطاته التي باتت السمة المميزة لها، الانتخابات الكروية لأكبر قارات العالم، القارة الآسيوية، شهدت نتائج متوقعة حتى ما قبل بدايتها، وهو الوضع التقليدي له في معظم حالاتها. فجاء احتفاظ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للفترة ما بين عامي 2019 و2023، بعد أن جرى تزكيته في اجتماع الجمعية العمومية 29 للاتحاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك أمام أنظار رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جياني إنفانتينو والأمينة العامة للفيفا فاطمة سامورا ورئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد. أما فيما يخص حصول دولة الإمارات على أحد مقاعد هذه الانتخابات، فقد خرجنا منها من دون أي عضوية، وهو وضع لم نشاهده في السنوات الماضية، بعدما خسر رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عن غرب القارة في الفترة بين 2019 و2023 أمام ممثل عمان سالم سعيد الوهيبي. إنفانتينو استغل الكونغرس الآسيوي ليسوق أكثر لحقبة رئاسته للاتحاد الدولي، وهو يعلم أن آسيا قوة مؤثرة في الانتخابات الدولية، فاستعرض سويسري موقف الفيفا المالية خلال السنوات السابقة قائلا: باتت أكثر متانة من ذي قبل، لقد تنامت عائدة الفيفا من 5 مليارات إلى 6.4 مليارات دولار، وهو ما يؤكد قوة التسويق والاستقرار رغم الأزمات المالية التي شهدها العالم، مستعرضا أيضا العديد من الأرقام التي تمجد من فترة رئاسته لأكبر اتحاد لعبة رياضية في العالم. آسيا اختارت رئيسها مفضلة الاستمرار على الفكر القديم في هذا المقعد، مع الاكتفاء بالتجديد في بعض العضويات والكراسي.
طبعا خالد، انتخابات الاتحاد الآسيوي شهدت العديد من الأحداث، أهمها بالطبع هو التكتلات الانتخابية التي تبتعد عن معايير الكفاءة والنزاهة. مشكلة الاتحاد الآسيوي أنه عايش على الفكر القديم دائما يخشى التجديد، يخشى البحث عن حتى أفكار جديدة تخلص من المنظومة القديمة اللي عايشها في ظل وجود شخصيات تسيطر على مراكز صناعة القرار في القارة. لذلك احنا اليوم في القارة الآسيوية نص حقوق الاتحاد الآسيوي، وقارة ومنتخبات الأندية الآسيوية ضايعة عند الاتحاد الدولي لأنها دائما تتبع مصالح شخصية، هذا إضافة لفساد كبير تعيشه القارة من جانب ما صرح المرشح الكوري الجنوبي تشونغ اللي انسحب من الانتخابات. إذن خالد، نستكمل أخبارنا وننتقل إلى الأخبار العالمية وبالتحديد القارة العجوز، حيث لعبت أمس مواجهتين من العيار الثقيل، الأولى في إيطاليا والثانية في أسبانيا. المباراة الأولى جمعت يوفنتوس أمام ميلان، فيما كانت المواجهة الثانية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد. نشاهد تصريحات المدربين عقب فوز برشلونة وانتصار اليوفي. كنت أعلم أن هذه المباراة ستكون صعبة، التشكيلة ليست مثالية، لكن يجب أن أقول إن هدفهم كان بالتأكيد استغلال أي خطأ من جانبنا. لم نلعب بطريقة جيدة في الشوط الأول، ومن ثم قمنا ببعض التغييرات وتحسنت الأمور بعدها. نحن نعلم أنه انتصار مهم للغاية، هذه النقاط الثلاث تعني لنا الكثير، لكن ماذا تريدني أن أقول كمدرب؟ ليس هنالك الكثير لقوله، يجب أن نستمر، نحن قريبون جدا من اللقب، لكن علينا أن نستمر في التقدم. ننتقل إلى الصحافة العالمية والبداية من إسبانيا، حيث قلب ريال مدريد تأخره بهدف أمام إيبار إلى الفوز بهدفين أحرزهما هداف الفريق كريم بنزيما، وعنونت الصحيفة بنزيما وعشرة آخرون، في إشارة إلى أن أداء الفريق السيء في الملعب وأن بنزيما هو الوحيد الذي أنقذ الفريق. أما صحيفة سبورت فقد عنونت بطولة أخرى، والآن الهدف دوري الأبطال. البارسا قريب من لقبه الثامن في الليغا آخر 11 موسم بعد تخطيه أتلتيكو بهدفين لسواريز وميسي. الأربعاء المقبل ينطلق حلم دوري الأبطال أمام المان يونايتد. ننتقل إلى إنجلترا، حيث تغنت الصحف الإنجليزية بالمهاجم الدولي المصري محمد صلاح بعدما فك صيام 8 مباريات في مختلف المسابقات، وقاد فريقه ليفربول إلى فوز ثمين على مضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، استعاد به الصدارة في المرحلة 33 من الدوري. وسجل صلاح هدفا رائعا وقاتلا كان نقطة التحول في المباراة عندما انطلق بالكرة من الربع الأخير لمنتصف ملعب فريقه وركض 78 مترا قبل أن يصل لمشارف منطقة جزاء ساوثهامبتون ويسددها رائعة بقدمه اليسرى في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس. وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول على تويتر: انطلق، سدد، احتفل، إنه الملك يا سادة المصري صلاح. وعنونت صحيفة ديلي تيليغراف: سوبر صلاح، ليفربول يعود لصدارة الدوري الإنجليزي. وكتبت صحيفة ديلي إكسبرس: ثقوا في محمد صلاح، أمو المنقذ، وليفربول ينفجر ويعود للصدارة. أداء ممتع كان للنجم المصري مهاجم ليفربول الإنجليزي إيمان. أكيد. مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية ساعة اليوم لبرنامج من الإمارات. نلتقي بكم غدا بإذن الله مع حلقة جديدة. إلى اللقاء.